أغنى به بعد العيلة، وجمع به بعد الشتات، ووحد به بعد الفرقة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله تعالى الخلق فجعلهم مراتب عنده جل في علاه، وفضل الله تعالى بعض الخلائق على بعض، ففضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأشهر على بعض، وبعض الرسل على بعض، وبعض البلدان على بعض، وبعض المياه على بعض، فجعل الله تعالى لكل منهم مرتبة اختارها الله تعالى وتفضل عليه بها. وإن الله جل وعلا جعل أعمار أمتنا أقصر من أعمار الأمم السابقة، لكنه سبحانه وتعالى عوضنا عن ذلك بأيام فاضلات، جعل الله تعالى العبادات فيها أعظم من العبادات في غيرها، وجعل لنا ليالي تضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وترفع فيها الدرجات عنده جل وعلا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فخص الله تعالى بها أمتنا. قال الرازي في تفسيره: إن من أحيا ليلة القدر كأنما أحيا نيفا وثمانين سنة، يعني في عددها، لما قال جل وعلا: خير من ألف شهر. وإن من أفضل الأيام والمواسم خلال السنة التي جعلها الله تعالى من فضائل هذه الأمة هي العشر القادمات علينا، عشر ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى، أو قال أفضل، من أيام عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكان سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخلت العشر عليه يشتغل بالعبادة والذكر والتسبيح حتى ما يكاد أحد أن يقدر عليه، يعني أن يصل إليه لمسألة أو إشغال، كما عند الدارمي في سننه. وكان سعيد بن جبير يقول: إذا دخلت عليكم العشر فلا تطفئوا السرج، يعني لا تطفئوا سرجكم بالليل، كناية عن كثرة القراءة والذكر والتسبيح وكثرة الصلاة. أيها المسلمون، إن هذه العشر التي تقبل علينا خلال الأيام القادمات ينبغي على المسلم أن يغتنمها غاية الاغتنام. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: إن فضل هذه الأيام العشر على غيرها هو لاجتماع أمهات العبادات فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة، ويجتمع فيها الصيام، ويجتمع فيها الصدقة، ويجتمع فيها الحج. قال: وذلك لا يجتمع في غيرها من الأيام، فإن في غيرها من الأيام قد تتصدق وقد تصوم وقد تصلي، لكنك لا تستطيع أن تحج في رجب ولا في شعبان ولا في شوال، وإنما هذه العشر خصها الله سبحانه وتعالى باجتماع أمهات العبادات فيها تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده. وهذه العشر أيها المسلمون، ذكر أكثر المفسرين أنها العشر التي أتم الله تعالى بها الثلاثين لموسى عليه السلام، وذلك في قول الله جل في علاه: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا لما أراد أن يشرف موسى بتكليمه أمره أن يصوم، فصام موسى عليه السلام ثلاثين يوما، فلما أكمل الثلاثين استاك بلحاء شجرة، يعني ليطيب فمه، فأمره الله تعالى أن يصوم بعدها عشرة أيام، فصام عشرة أيام. فكان صيامه للثلاثين هي في ثلاثين يوما من شهر ذي القعدة، وكانت العشر هي أيام العشر. فلما كان يوم النحر، وهو اليوم الأخير الذي صامه موسى عليه السلام، كلمه الله تعالى فيه تكليما، فاشتملت العشر على فضيلة سواء لأمتنا أو حتى للأمم السابقات. بل ذكر كثير من أهل العلم أن قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر، قالوا المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة،
وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأشهر الحرم قال أهل العلم إن أفضل الأشهر في السنة هي الأشهر الحرم، قالوا وأفضل الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، قال وأفضل أيام هذه الأشهر الحرم هي الأول من شهر ذي الحجة، يعني العشر الأوائل منه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد غاية الاجتهاد فيها ويتقرب إلى الله تعالى بما يستطيع من أنواع القربات. وذكر ابن كثير أيضا في تفسيره لما تكلم على قوله تعالى ويذكر الله في أيام معلومات، قال أجمع المفسرون على أن المراد بالأيام المعلومات هي الأيام العشر من أول ذي الحجة. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه العشر من ذي الحجة اشتملت على أيام فاضلات أكثر من فضل بقية الأيام في السنة، ومن ذلك اشتمالها على يوم عرفة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو اليوم الذي ما من يوم أكثر من أن يغفر الله تعالى وأن يعتق رقابا من النار من يوم عرفة، وهو اليوم الذي ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر، فإنه رأى تنزل الملائكة. ويوم عرفة بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله ومدحه، وقال عليه الصلاة والسلام في صومه قال صلوات ربي وسلامه عليه إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والقابلة، وفي رواية أن يكفر سنتين، فله فضله عند الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وهو حديث حسن قال خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. وهذا أيها المسلمون يشمل من كان واقفا في عرفة من الحجاج، ويشمل أيضا من كان يدعو في غيرها من غير الحجاج، ويستحب لمن لم يشهد عرفة أن يصومه، أما الحجاج فإنهم لا يصومون، وذلك لأجل أن يكونوا أقوى في الوقوف بين يدي ربهم واستنزال رحماته. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة هو يوم من هذه العشر، وهذا مما يزيد من فضلها. وفي هذه العشر أيضا يوم النحر الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فبين عليه الصلاة والسلام لما قام في أصحابه خطيبا فقال صلوات ربي وسلامه عليه في يوم عرفة وفي يوم النحر، قال يخطب بين أكثر من 100,000 فيهم الكبير والصغير والأعجمي والعربي والأبيض والأسود والحر والعبد، قال عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فعظم يوم النحر لما خطب فيه ومدحه وذكر أنه أشد الأيام حرمة، قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، يعني في شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، يعني في البلد الحرام. فدل هذا أيها المسلمون على فضل يوم النحر عموما، وهو يوم من خلال أيام عشر ذي الحجة. وقد اتخذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. لقي عمر رضي الله عنه رجلا من اليهود فقال له ذلك اليهودي، قال له يا عمر آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه وأي آية تعني؟ فقال هي قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله إني لأعلم أي يوم نزلت وإنا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وكان قد وافق أيضا يوم جمعة نزلت عليه عليه الصلاة والسلام، فكان هذا اليوم من عظمته وفضله أن الله تعالى أكمل فيه الدين وأنزل الله تعالى فيه الشرائع وأنزل فيه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. أيها المسلمون، إن التقرب إلى الله تعالى في هذه العشر هو دأب المؤمنين الصالحين.
أنهم يغتنبون وينتهزون الأيام الفاضلات التي تمر عليهم. ولا ينبغي على المسلم أن يمر عليه الوقت الفاضل كما يمر عليه غيره من الأيام، كلا، بل إذا جعل الله تعالى أياما فاضلات وليالي فاضلات ينبغي أن يرى من عبده المؤمن إقبالا على هذه الأيام واستثمارا لساعاتها وأوقاتها وقربة إلى الله تعالى فيها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بأنواع العبادات، ومن أفضل ما يعمله الإنسان في هذه العشر الإكثار من الذكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يكثر فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: والذكر في هذه العشر يشرع مطلقا، يعني يشرع للعبد أصلا أن يكثر من الذكر عموما، تسبيحا وتهليلا وذكرا واستغفارا، يشرع له أن يكثر من الذكر عموما. قال ابن القيم: وذكر بعضهم أن الذكر ينقسم إلى قسمين، إلى مطلق ومقيد. ويكثر من الذكر عموما، لكن هناك ذكر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال: يشرع أن يكون مطلقا وأن يكون مقيدا. أما المطلق فإنه يكون من ابتداء أيام العشر، فيكثر الإنسان من ذكره سواء في بيته أو في مسجده أو في الشارع أو في السوق، سواء كان على دابته أو كان على فراشه أو في مكتبه، وفي بيته يسمع أولاده هذا، وفي السوق يسمع منه الناس ذلك، فيكثر منه مطلقا سواء كان في دبر الصلوات أو كان فيما بينها، يشرع أن يكثر منه. حتى كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالوا كانوا يخرجون إلى الأسواق في أيام العشر فيكبرون ويرفعون أصواتهم، قال: فيسمع الناس تكبيرهم فيكبرون حتى يرتج السوق تكبيرا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجلس في خيمته في منى، وذلك أنهم كانوا يبكرون إلى الحج، فكانوا يأتون إلى الحج ربما من أول ذي الحجة فيجلسون في منى، فكان يمر عليهم عشر ذي الحجة وهم في منى، فكان عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس في خيمته في منى يرفع صوته بالتكبير حتى يسمعه من حول الخيمة فيكبرون، قال: حتى ترتج منى تكبيرا. فيشرع للعبد أن يرفع صوته لأجل أن ترفعه في السوق، فيعلم الناس أننا في أيام عشر ذي الحجة إذا سمعوك تكبر مثل هذا التكبير حتى لا تموت مثل هذه السنة. وهناك تكبير مقيد، وذلك من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، فيحرص الإنسان على أن يكبر رافعا صوته بالتكبير بعد صلاة الفجر وبعد غيرها من الصلوات حتى 13 من ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق، فهي 11، 12، و13، فيحرص على أن يعمل ذلك بعد كل صلاة على أن يرفع صوته بالتكبير إظهارا لمثل هذه الشعيرة. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب يعني لما يوسع على الناس من لحم الأضاحي والهدي، وذكر لله عز وجل بالإكثار من مثل هذا الذكر وغيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على استثمار الأوقات الصالحات، وأن يجعلنا ممن يتقربون إليه بأنواع القربات. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.